الخامس من الصوم ولذا قول الأحد الثاني لذا نقدس من دون أن يكون ناس بالكنيسة بسبب فيروس الكورونا. بهذا الأحد أريد أن يكون فكر مالتنا أكثر متركز على عودتنا إلى الله. بعدين خلال الكلمة خلال الكرازة راح أحاول أن أشرح هذا الشيء شلون مو نعيد الله إلى حياتنا، لأنه الله دائما هو في حياتنا، ولكن شلون إحنا نكتشف وجوده بحياتنا وبيناتنا. هو مثل أبونا ولكن مثل الأولاد، أحيانا اللي الأب هو معاهم ويشتغل إلهم مع ذلك ما يشعرون هم أو يبعدون هم من حياتهم. شيما وروح القدس علمي شبحت لنا مرومين شبحت لنا مرومين شبحت لنا مرومين على عشام صورة طوال من شاق العدن العلمين يا رب الكل إلى الأبد. آمين. يا رب من يقيم في خيمتك، من يسكن في جبل قدسك، اللهم أقمني من أقدار الأفكار أمام مذبحك يا رب. من يقيم في خيمتك، من يسكن في جبل قدسك، السالك طريق الكمال وفاعل البر والمتكلم من قلبه بالحق ولا يخادع بلسانه، لصاحبه لا يصنع شرا وبقربه لا ينزل عارا، الرذيل حقير في نظره ومن يتقون الرب يكرمه، يحلفه لرفيقه ولا يكذب ولا يعطي دراهمه بالربا، ولا يقبل على الطريق الرشوة، من عمل هذه فهو بار ولا تزعزع إلى الأبد. المجد لله والابن والروح القدس من الأزل إلى الأبد. آمين وآمين. اللهم أقمني بنقاء القلب أمام مذبحك. يا رب من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك، ما أبهى مقدسك وممجد أيها الإله مقدس الكون، السلام معا. إيمان الفائح قاما نارا وهلان يا بسيم ذي الحب، باركنا ذنب ذا الحق مزداد قول قدير الابن الربيع من شمية، دام شكر لهم شرع الغد للطالبيتكم كل انت مليت عون وطوة دايتي وتبارع بارو يدكو للعلمين. آمين اللهم اتقل الله.
القدوس المجيد القوي اللامائم الذي مسرته السكنى بين القديسين المرتضيا بمرادته انت بثياره رحم علينا كعادتك كل حين يا رب الكل الاب والابن والروح القدس الى الابد امين. اني لنا يا ربنا والهنا افكارنا لكي نفهم نسمع ونفهم تعاليم وصاياك المحيي والالهي. هب لنا بنعمتك ورحمتك ان نجني منها الفائده الحب والرجاء والخلاص الذي تنفع انفسنا واجسادنا فنلتي لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل الان والابن والروح القدس الى الابد امن. الرساله بولس الرسول الى اهل روميه يقول يا اخوه بالاخمار لينيرك المسيح بتعاليمه المقدسه فأسألكم يا إخوتي بمراحم الله أن تقيموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله بخدمة ناطقة ولا تتشبهوا بهذا الدار بل تغيروا بتجديد أفكاركم وميزوا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وتكن محبتكم بلا غش بل كونوا للشر مبغضين وبالخير معتصمين كونوا محبين لإخوتكم محبين بعضكم لبعض ولبادر بعضكم لبعض بالإكرام كونوا مجتهدين غير متكاسلين كونوا حاضرين بالروح كونوا لربكم عابدين كونوا برجائكم فرحين كونوا لشدائدكم محتملين كونوا على الصلاة مواظبين كونوا في حاجة القديسين مشتركين كونوا للغرباء محبين باركوا مضطهديكم باركوا ولا تلعنوا افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين وما ترتاؤونه لنفوسكم فارتاؤوا لإخوتكم أيضا ولا ترتاؤوا رايا شامخا بل لازم المتواضعين ولا تكونوا حكماء عند نفوسكم ولا تجازوا أحدا شرا بشر بل احرصوا أن تعملوا الصالحات قدام جميع الناس وإن أمكن فسالموا الناس جميعا على قدر طاقتكم ولا تنتقموا لنفوسكم يا أحبائي بل اتركوا موضعا للغضب فإذا جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه فإنك إذا فعلت ذلك تركم جمر نار على هامته لا يغلبكم الشر بل اغلبوا الشر بالخير والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين. لنقم باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. فليأتي إلي ويشرب كل من يؤمن بي
فكما قالت الكتب ستجري من بطني أنهار ماء الحياة، إنما قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مسمعين أن يقبلوه، إذ لم يكن الروح قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. كان كثيرون من الجمع الذين سمعوا أقواله يقولون إن هذا في الحقيقة هو النبي، وكان آخرون يقولون هذا هو المسيح. قال آخرون: لعل المسيح من الجليل يأتي، ألم يقول الكتاب أنه من نسل داود من بيت لحمة قرية داود يأتي المسيح؟ فوقع شقاق بين الجمع من أجله، وكان أناس منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه يدا. فأقبل أولئك الشرط إلى رؤساء الكهنة والفريسيين، قال لهم الكهنة: لماذا لم تأتوا به؟ قال لهم الشرط: إنه ما نطق إنسان قط بمثل ما ينطق هذا الرجل. قال لهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ هل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به ما خلى هذا الشعب الذي لا يعرف الناموس فهم ملاعين؟ قال لهم نيقوديموس أحدهم الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا: ألعل ناموسنا يحكم على إنسان ما لم يسمع منه أولا ويعلم ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له: لعلك أنت أيضا من الجليل، ابحث انظر، إنه لا يقوم نبي من الجليل. قاخرت محكي لي شعمي ومير أنا من بهر العلمة ما نداد بطري لك راخش بخشك الأبخاز بهر خاي ميرا طالب ريشايت إيود بس هذا الجيانو سادو ذديو خليلحا جوب لي شو عمير طليم شد آنك سهدا لجياني سادو زي حقي لا بيد كذن ميكثيلي إيك أبزالي أخت لك يدوت لا ميكثيلي ولا إيك أبزالي أخت بدينوت الموجب بغرة أنا لك دين الناشا وإن آود دينا دين دي إلى حقم بيت ليون الخوذي إلا أنا وبابي كم شادير ناموس ديوخني لكثيوة سادوثا دتريبول إلى حق أنا دك ساد اللي جاني وبابي كم شادير ساد اللي ميرا قالي كيد بابو جوب ليش عمير طلي لا أنا كذوت ولا بابي إن يذوت والي هم بابي بيذوت والي أني لا تنياذا المحكي لإيشع برقل خزنت أو مولوك بهيكلا لخ لك ماري البيت بعد شيثي لوا وثيثا شو لا لا بالأسبوع الأول الوسطي يعني وراء منتصف الصوم، يسوع يدعو المؤمنين يقول لهم أنه هو هذا ينبوع الحياة. كان التقليد عند اليهود أنه في عيد المظال يستعملون أيضا الماء، أو عندما عيد خاص اليمين يستعملون الماء، وكان مراحل اليوم الأخير كان يستعملون الماء بينه. يسوع يقلم أنه اللي يريد أن
يشرب هالماء الحياة لازم يجي إلي ويشرب، لأنه من كل من يؤمن بي فكما قالت الكتب ستجري من بطنه أنهار ماء الحياة، يعني من يسوع راح تجري هالمياه. هالفكرة حقيقة حبيت أن تكون مثل منطلق لبعض الأفكار اللي كده أحاول أن أفكر بها هالأيام، حتى سواء أنطي جواب لنفسي وأنطي إذا قدرت جواب لكم أنت من المؤمنين، خاصة اللي اليوم موجودين ببيوتكم، وكيف تتساءلون ليش هذا الوضع. يسوع يريد يقولنا أنه لازم نكتشف أخيرا في كل وضع من أوضاع حياتنا، لازم نكتشف شو يريد الله من عندنا، سواء لما الأمور تمشي مثل ما نريد هي كل الأمور جيدة، وسواء لما الأمور ما تمشي مثل ما نريد وأكو هذا الخطر الكبير، سواء هذا الخطر هو حقيقة حقيقي وممكن أن يكون حقيقي، وسواء هذا الخطر هو في عقولنا هو في نفسيتنا، وهذا الخطر محتمل أن يكون أكبر. يسوع يريد يقول لنا أنه لازم نكتشف بداخلنا هالإمكانية الكبيرة اللي الله كان خلاها بينا، وهالإمكانية الكبيرة اللي كان خلاها الله بينا اليوم هي أنه نوعا ما بدت البشرية تكتشف أنه ما ممكن أن الإنسان يكون منعزل عن الآخرين، ما ممكن الإنسان يفكر بس بنفسه، وما لازم يفكر بس بمصالحه الخاصة، ولربما أنه العالم اليوم يشوف نفسه مضطر أن يفكر كفريق واحد، كمجموعة واحدة ضد عدو واحد اللي هو هذا الوباء. لربما العالم ده يشوف نفسه مضطر، ومثل ما قلتم مدخل القداس أنه شلون نكتشف الله بحياتنا، أو شلون احنا اللي هو بيناتنا كل يوم معانا ولكن ما ندير له بال شلون نكتشفه. وهذا الاكتشاف ما لازم يكون حتى مثل اكتشاف الابن الضال. الابن الضال قال انه انا دا اموت جوع ولازم ارجع على بيت ابوي، سواء كان رجوعه بسبب هذا الجوع او كان بسبب انه يريد يعود إلى الحب الأبوي. ويريد يقولنا يسوع اليوم إذا حاولنا أن نكتشف الله بحياتنا، هذا الاكتشاف ما لازم يكون فقط بأن نريد نرجع حتى نملأ بطننا، ولكن لازم نكتشف الله بحياتنا حتى قلوبنا تملأ من هذا الحب. والبشرية حقيقة هي بحاجة أن تكتشف هذا الزخم الكبير اللي بداخله. شيء اللي أريد أقوله أنه طاقات البشرية إذا اتكاتفت، وخاصة إذا طاقات البشرية عبرت فقط الإمكانيات المادية، يعني الطاقات البشرية إذا تكاتفت تقدر تشوف دواء علاج لكل الأمراض، سواء وباء كورونا، سواء أمراض أخرى، سواء أمراض جسدية أو روحية أو أخلاقية، ولكن أيضا تقدر تكتشف عمقها ودعوتها إلى أن تكون على صورة ومثال الله، لأنه هذا المسار هذا الطريق
هو كبير كلش، وما هو فقط لأنه لربما خلال شهر أقل أكثر شهرين راح يشوفون علاج لهذا الوباء، بعد سنين لربما يجي وباء آخر، ولكن طاقات البشرية هي أعمق من مجرد أنهم يقدرون يشوفون علاج لوباء أو علاج لحاجات مادية جوع إلى آخره، ولكن بحاجة إلى أن يكتشفون هذا العمق الكبير اللي هو بداخل مهنتهم. سلربما أنه هذا الوباء اليوم واللي دا يخلي كنائسنا فارغة، ودنسمع إلى القداس، نحضر من القداس من بيوتنا، لربما هو دعوة لنا كلتنا أن نكتشف بأنه الله هو بحياتنا بأعماقنا. الدعوة نصلي قدر الإمكان بهالأيام أن نعيش، ولكن أن نعيش باستمرار. آمين. لنكن حسنا كلنا بإيمان ورجاء نطلب قائلين ارحمنا يا رب. يا ارحمنا يا رب. يا من وراحم وإلى كل تعزية نطلب منك. ارحمنا يا رب. يا مخلصنا والمعتني بنا ومدبر الكون نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل أمن ووفاء وثبات للعالم وجميع الكنائس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل وطننا وجميع الأوطان وجميع المؤمنين الذين يسكنون فيها نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل اعتدال المناخ ووفرة الغلال وثمار وصلاح العالم أجمع نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل صحد آبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر العظم بابا روما ومار لويس الثاني في الباتريارك ومار فرانسيس اسقف برشيتنا ومن وابينا مار ابراهيم ومن اجل جميع الذين يخدمون معهم نطلب منك. ارحمنا يا رب. من اجل ابائنا الاساقفه حافظ الايمان في العالم كله نطلب منك. ارحمنا يا رب. من اجل شفاء المرضى وفرج المتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من اجل امواتنا وجميع الموتى الذين انفصلوا وانتقلوا بيننا على رجاء القيامه نطلب منك. ارحمنا يا رب. من اجل ازاله مرض وباء كورونا من العالم اجمع ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. خلصنا ايها المسيح بنعمتك وافض علينا امنك وسلامك وترحم علينا. ارحمنا يا رب. نشهد
نؤمن بإله واحد فلا أضار تكون وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو إلى في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم عذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في العتاب إلى أصل الموت تألم ومات ودفن وقام اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه قضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد آمين. لنصلي السلام معا. صلوا لتذكار جميع أبائنا البتاركة والأساقفة والكهنة والشبابسة والفتيان والعذاب وسائر الذين نقلوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع آبائنا وإخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع الحكام المؤمنين محبي المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ها هنا وفي كل مكان لكي يمنحنا الله الذي نصرهم بالقيامة من بين الأموات رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء بارك يا رب. وإذ نطلب العون لكي تتقوى نفوسنا لنحتفل بهذه الأسرار بمحبة صادقة وإيمان صحيح ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. السلام عليكم وعلى روحك. إخوتي وأخواتي تبادل السلام محبة المسيح. Thank you.
محبة الله فرح وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل آن وإلى الأبد. ارفعوا أفكاركم إلى هنا. والسجود والتعظيم من جميع الخلائق اسم ثالوثك المجيد المسجود له أيها الآب والابن والروح القدس. يا خالق العالم بنعمته مبدع البشر برحمته مخلصهم بحنانه المحسن العظيم إلى البشر المائد ألوف السماوين يسجدون لعظمتك يا ربوات الملائكة القديسين وأفواج الروحانيين قدام النار والروح يسبحون اسمك مع الكاروبين القديسين والصرافيم الروحانيين يقدمون السجود لعظمتك وهم يهتفون ويسبحون دون انقطاع ينادون بعضهم بعضا قائلين الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين.
تقبل يا رب هذا القرآن الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصا لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس الحبر العظم بابا روما، مار لويس الجاد فريق باتريال، مار فرانسيس أسقف برشيتنا أبينا مار إبراهيم، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبة. نعم أيها الرب الإله تقبل هذا القربان لأجل جميع الحزانة والمتضايقين، لأجل الفقراء والمحتاجين، لأجل جميع المرضى والمعذبين، لأجل جميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا، ولأجل كل المؤمنين الذين يشاركون بهذه الذبيحة الإلهية أينما وجدوا في بيوتهم وفي أعمالهم. تقبلوا يا رب لأجل هذا الوطن وجميع بلدان العالم، هذه المدينة وكل مدن العالم وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الآفات والأضرار، امنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. نحن أيضا يا رب، نحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعون باسمك الماثلون أمامك، قد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. يا دار روحك القدوس ويستقر على قربان عبيد يباركه ويقدسه، ليكون لنا غفرانا للذنوب صفرا عن الخطايا، رجاء عظيما للقيامة من بين الأموات، وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوا. على هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك نمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الثمين، بألسنة منطلقة وجوه مشرقة نصعد المجد والإكرام والشكر والسجود لإسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح سلام العلمين وأمان البشر، وقد الأمن والسلامة في أبقار المعمورة وفي كنيستك الجامعة، وأزل الحرب عن وجه الأرض، وأهل الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف، فنعيش حياة هادئة واسعة بمخاوة وخفة. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك إلى هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيا والإلهية، ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب بإيمان صادق باسمك، نتنو بعنوك، نرسم برحمتك جسد محينا وربنا يسوع المسيح ودمه. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم الدم الثمين بجسد ربنا يسوع المسيح المحيي. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسم الجسد المقدس بدم ربنا يسوع المسيح الغافر. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد.
محبة الله لنا، فرح وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد. لنقترب كلنا بالخشوع والإكرام إلى سر جسد مخلصنا ودمه الكريم، ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق، فأن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسدا بشريا مائتا ونفسا ناطقة عاقلة وخالدة، وبشرائعه المحية ووصاياه المقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق، وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا ذاق آلام الصليب وقام بين الأموات وصعد إلى السماء، وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر بها نعمته العظيمة علينا، فلنقتبل إذا موهبة الحياة الخالدة بحب كبير وتواضع عميق، وبالصلاة النقية والشوق الواعي نشترك في أسرار الكنيسة على أمل التوبة، ونحن مرتدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا، ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكل، صافحين لإخوتنا زلاتنا. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتهم، ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتهم، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتهم، نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتهم، نشترك بالأسرار بالمصافحة والوفاق المتبادل. واغفر يا رب خطايا عبيدك وزلاتهم، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا ولخلاص أنفسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا زلاتنا، قدسنا بنعمتك لنكونها للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية وجوه مشرقة، بالدالة التي أعطيت لنا برحمتك ندعوك جميعنا سوية هكذا نقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم،
النعمة مخيان مارني شوام شيحة كم لب رحمة من كلنا ولا
السماء بواسطة يسوع المسيح ربنا الذي أعطانا جسده ودمه وربنا حياة أبدية ويبارك جمعنا. والصلوات راح تكون تماما مثل ايام الباعوثة، والصبح الصلاة راح تكون ساعة 10 او 10 وربع على الاكثر. ما راح نقدر نصلي عمليا هوني لانه الشمامسة يكونون جدا قليلين. راح نحاول ان نخلي صلاة الباعوثة كل يوم، يوم مالتها الخاص، يعني يوم الاثنين للاثنين، ثلاثاء للثلاثاء، واربعاء للاربعاء. راح نخليها على الفيسبوك اذا قدرنا نسوي هذا الشيء. على كل حال هي موجوده باليوتيوب، هولي مارترز او كنيسه الشهداء تكتبوها بالعربي، تقدرون تشوفوها مع الايام المحدده. والقداس يكون مثل ما تنسوينه، القداس يكون ساعة 11. نفس الشيء العصر الأيام الثلاثة، صبح راح تكون بالعربي، يعني صلاة تكون بالعربي، القداس قدر الإمكان نحاول أن يكون بالعربي أو مختلط. والعصر الصلاة راح تبدي ساعة 4:30، أيضا تشوفوها باليوتيوب أو إذا قدرنا نخليها على الفيسبوك إذا التقنية ساعدتنا بهذا الشيء. ولكن القداس العصر يكون ساعة 6 مثل ما تنسوينه حاليا. إذا تقدرون أن تتواصلون مع الكنيسة، مع بقية الكنائس، تقدرون تشوفون أيضا الويب سايت مع المطرانية. إذا هاي الأوقات مع كنيستنا ما تناسبكم، تقدرون تشوفون أوقات مع الكنائس الأخرى حتى تقدرون تشتركون. الكنيسة أو المطران طلب أن يكون الصوم يكون اختياري، ما مجبورين شلون تصومون. المهم أن نحافظ على صحتنا بالأيام. واحدة من النصائح اللي سمعتها البارحة هي أنه نحافظ على قوة جسدنا، مناعتنا الطبيعية. شقد ما عندنا مناعة طبيعية صحة زينة هو مهم، وبعدين عقلنا يكون قوي حتى يقدر يتغلب هذا الشيء. أهم شيء أنه ما نخاف، المرض ما يكون بعقلنا، ما يكون يخوفنا، ولكن بنفس الوقت نكون حضرين، نستعمل عقلنا قدر الإمكان. يكون يوم أحد مبارك على الجميع، تكونون سالمين من كل الأمراض. الله يقوي محبتكم لأولادكم وببيتكم.